الدنيا بقول كلها. الحمد لله صباح طبعا الخير عليك. عندنا كلام كتير عايزين نتكلم معاك فيه، سواء متعلق بماتش النهارده ان شاء الله ورؤيتك لهذا اللقاء، او عن مشوار النادي الاهلي عموما حتى هذه اللحظه. بس تعال نقف في الاول عند حاجه تستحق التوقف امامها وتاملها، وكنا بنتكلم ان هو انت تحديدا اللي كانت بتتكلم عنها في حلقه النهارده، ثلاثيات النادي الاهلي المتكرره مع كولر. لازم نقف عندها شوي، اكيد وراها حاجه، يعني وراها سياسه مختلفه بيقدمها كولر مع النادي الاهلي. واحنا كنا بنتكلم الاول على تقييمنا لكولر، كنت بقول لكم نستنى بعد بطوله افريقيا علشان نقدر نحكم، لان في النهايه لو ما كناش كسبنا بطوله افريقيا ما كناش هنتكلم بنفس الشكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، كان هيبقى في شكوك كبيره جدا. لكن الراجل بادارته مباراه الوداد هنا وهناك اداره جيده جدا، والحمد لله الظروف خدمتنا بشكل كبير جدا، واللعيبه كانوا رجاله وعلى قد المسؤوليه بشكل كبير جدا. صحيح. ومكاسب بقى كتيره جدا في البطوله، مكاسب المباراه والمكاسب المعنويه، وشفنا لقطه الشناوي مع مصطفى شوبير مكرره جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بس بيكسب بطولات، ده بيعلم دروس، وشفناها قبل كده مع متعب وحسام غالي بتتكرر، واللي بعديها الجيل اللي بعد كده برضه هتتكرر تاني وتالت. كابتن محمود الخطيب الرمز الاشهر والاهم في تاريخ النادي الاهلي موجود، لكن حسام غالي عضو مجلس الاداره كان موجود رئيس بعثه، فبقى موجود على الستيج مع طبعا رؤساء الاتحادات الافريقيه والمصريه والناس الموجودين، فمكاسب كتيره جدا. كولر بقى في الناحيه الفنيه، انا كنت مستني بطوله افريقيا نكسبها وما نكسبهاش، الحمد لله ان احنا كسبناها، لان التقييم هنا اختلف بشكل كبير جدا. هو الراجل كمان حس بقيمه النادي الاهلي، كل ما يعدي الوقت كل ما يتحط في مشاوير صعبه وبطولات صعبه هو بيدرك قيمه النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي في الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم كمان عامل ازاي. الراجل الامور الفنيه بقى بتساعد مع النتائج، عارف لما تبقى عامل نتائج كويسه انت بتقدر بقى تجرب كل حاجه وكل حاجه مقبوله منك، فحتى لو انت مثلا بتلعب في الكاس مع فريق مثلا في الممتاز به والنتيجه اتاخرت شويه او كسبت بصعوبه شويه مقبول منك، والناس باصه لك اللي هو انت ليك رصيد كبير عندنا، فانت بس خد بالك اللعب مع الدرجه الثانيه غير الممتاز، اللعب في افريقيا صن داونز مش لما غير سيمبا، كل هو بيلعب بطريقه واحده، هو عارف هو ايه فارق شخصيه النادي الاهلي دايما طول الوقت، وده كويس. لكن في اوقات لازم تكون واقعي، اكيد هتلاعب فرق يعني صن داونز مثلا فرقه في وقت من الاوقات مش هينفع طول الوقت تبقى بتلعب بشكل مفتوح، اكيد وانت بتلعبهم هناك مثلا هتبقى محتاج تقفل خطوطك شويه. فالراجل الثلاثيات اللي بيعملها مع النادي الاهلي مش وليده الصدفه وليده الحظ، انما قبلها حاجات كتير جدا، قبلها تنظيم، قبلها ترتيب، قبلها اشتغل انديفيدوال على بعض اللعيبه، مستوى اللعيبه تطور بشكل مرعب جدا. بيرسي تاو انا ما شفتوش مع موسيماني كده، يعني موسيماني الاب الروحي ليه هو اللي جابه، ما شفتوش معاه كده، انفجر مع كولر. فالراجل مسيطر على الفريق فنيا بشكل كويس جدا، قادر يعمل روتيشن، قادر بقى يجرب حاجات كتير جدا، وانت بتكسب كل حاجه مقبوله منك، وانت بتكسب تقدر الناس تغفر لك حاجات كتير جدا. لكن الراجل بامانه الى الان ما عندوش اي اخطاء، ماشي بشكل كويس، الحاجات اللي لسه ما وصلهاش بيوصل لها مع الوقت والوقت بيساعده. فقصه ان احنا بقى بنروح لجول كتير وبنترجم الفرص لاهداف، ده الشكل الجيد واللي بيخلينا الحمد لله نكسب اداء ونتيجه معظم المباريات، ونحسم بقى الدوري ان شاء الله بشكل كبير من بدري يعني.